يرى هؤلاء المحاضرون في منتدى تمكين القوى العاملة أن سلطنة عمان خصبة للتطوير، لأن الثقافة فيها عالية في مجال العمل والإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في تدريب وتطوير الشباب العمانيين الموظفين منهم أو الباحثين. ويبقى أن تغير بعض المفاهيم بأن العمل يبحث عن المنتجين وليس عن الباحثين، ومنها ينطلق عنان الإبداع ليرسم آفاقاً جديدة في صناعة الأعمال من خلال رجال يؤمنون بقدراتهم. هناك ثقافة مميزة بين العمانيين، أعتقد بل أجزم أن هناك سهولة جداً في تمكين الشعب العماني للتطوير والنهوض في البلد، وأن لا يفكر بالبلد. وهذه مشكلتنا بالخليج، أن احنا اقتصادنا ريعي توزيعي، يعني خلاص أنت عماني، أنت كويتي، أنت سعودي، لازم تتخرج تتوظف. هذا الكلام يجب أن يتغير. المنتدى حوت أوراقه نموذج مقترح لاحتياجات سوق العمل العماني، التحديات والحلول، ودور تقنيات الثورة الرابعة في تمكين القوى العاملة ومواكبة المتغيرات للمنافسة في سوق العمل وربط المسار التدريبي في المسار الوظيفي. أوجه كلمة للشباب العماني القادرين أساساً والمتمكنين أساساً بهممهم وبإرادتهم، بأنه يعني يسعون دائماً للتطوير الذاتي، يسعون دائماً إلى الحصول على المعلومات والمعارف الخاصة بالتقنيات الحديثة وبالمهارات الناعمة مثل التفكير الإبداعي، التركيز على إدارة الوقت ومهارات التواصل مع الآخرين، لأن هذه من الأساسيات المهمة للانخراط في أي عمل. نهوض أي دولة معتمد دائما على نهوض الموارد البشرية، فنحن تركيزنا اليوم إنه ويش راح يكون المستقبل لمجال التطوير والتدريب، يعني لتأهيل الكوادر في المؤسسات. وش مستقبل التدريب؟ كيف نحن ممكن ننقل هذه التجربة إلى مؤسساتنا وراح ندرب الناس اللي موجودين هناك؟ فكل التركيز راح يكون على هذا الأساس إن شاء الله. كما اشتملت أوراق المنتدى على حلقات عمل عن التدريب الاستراتيجي وقياس العائد من التدريب وعرض تجارب في عمليات التدريب وأخلاقيات الوظيفة العامة. منتدى تمكين القوى العاملة هذا يستمر لمدة 3 أيام متتالية، ويشمل في محاوره التأهيل والتدريب والتطوير، ومن المؤمل أن يخرج بأفكار وآليات جديدة قابلة للتطبيق وتخدم سوق العمل. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.